طماطم صحصحي بقى يا طمطومه. يلا حاضر يا ماما. حاضر صحيت اهو. يلا يا حبيبه ماما حصليني على الصاله. حاضر حاضر. يلا يا طمطومه يا حبيبه ماما اشربي اللبن ده كله. بس انا ما بحبش اللبن يا ماما. لا ما ينفعش نقول كده ابدا، لازم نحب اللبن ونشربه عشان نكون اقوياء. يا ماما ما بحبوش عشان خاطري. طمطومه خدي اللبن، يلا امسكي اللبن كويس واشربيه كله. يلا كله، ما تسيبيش في الكوبايه اي حاجه وانا هروح افتح الباب. ماشي يا ماما ماشي. صباح الخير يا طنط منى. صباح النور يا حبيبتي. تعالي تعالي اتفضلي يا توتة، جيتي في وقت. هيا يا طماطم، شربتي اللبن ولا لسه؟ اشربه يا ماما اشربه. اهلا، ازيك يا طماطم؟ ازيك يا توتة يا حبيبتي. تعالي يا روحي نفطر سوا. لا يا ستي، انا سبقتك وخلصت فطوري كله. خلاص يا توتة هجيب لك كوبايه لبن زي طماطم. ماشي، انا بحب اللبن قوي. يلا بقى يا شطار، هنشوف مين فيكم هيخلص الكوبايه بتاعته الاول. انا يا طنط منى، انا بحب اللبن جدا. وانا اشرب يا ماما، اشرب كوبايتي. حاضر. مش انت وراكي حاجات في المطبخ؟ ايوه هدخل احضر الغدا. على بال ما تخلصيها اكون شربت الكوبايه. خلاص ماشي، اما نشوف يا ستي. يلا بقى بينا يا طمطومه، انا هخلص اللبن بتاعي كله. انا كمان هشرب يا توته. اسكتي بقى، انا بشربه اصلا وانا مش بحب اللبن ومش بحب اشربه، بس بشربه غصب عني. اللبن مفيد جدا يا طمطم، انت جايبه الكلام ده منين؟ ده مفيد جدا طبعا. شربي شربي. لا مفيد، انا مش بحبه. معلش معلش، بكره تحبيه. الله جميل خالص. شفتي بقى يا طماطم، انا خلصت الكوبايه بتاعتي كلها. انا خلاص يا توته ما عدتش قادره، كفايه كده انا تعبت. وريني يا طماطم كده، انت ما شربتيش حاجه يا طماطم، ده لسه الكوبايه مليانه. طنط منى كده هتزعل منك يا طماطم. خلاص بقى يا توته ما عدتش قادره، اصلا انا مش بحبه اصلا. انا شربت شويه دول علشان ماما ما تزعلش. خلاص يا طماطم براحتك، انت حره بقى، قولي لها انت. تيجي نلعب يا توته؟ يلا بقى، انا عندي طاقه وعايزه العب. يا سلام، البق ده اداكي الطاقه، ده انا عندي الطاقه كلها. طب يلا بينا نجري ورا بعض. يلا بينا. مين يا توتا؟ يلا. لا مش هتقدري تمسكيني. اجري اجري. امسكيني. يلا امسك. مش هتقدري تمسكيني خالص عشان انا شاربه اللبن كله. حرام عليك يا توتا، هتبطيني. شفتي، مش قلتلك انتي مش هتعرفي تمسكيني خالص عشان انا شربت اللبن بتاعي كله. عندك حق، تعالي نرتاح هنا شوية. تعبنا تعبنا بجد يا طماطم. يا توتة انا شكلي بنام ولا ايه؟ ما تيجي نقوم ننام في السرير جوه. مش قادرة يا طماطم، خلينا ننام هنا شوية، هنريح. بصي هغمض عينيا بس. عضلات كبيرة وجميلة قوي. شفتي يا طماطم، انا بقيت قوية ازاي؟ بقى عندي عضلات كبيرة، يعني اقدر اشيلك دلوقتي هلابالة. يا نهار ابيض، ايه ده؟ بس انا عندي واحدة بس. اشمعنى انا عندي واحدة بس يا توتة؟ الصور التانية فرقعت يا طماطم. فرقعت ازاي؟ هي العضلات دي طلعت لك من ايه؟ علشان شربت كوباية اللبن بتاعتي كلها. مش قلتلك اشربي كوباية اللبن كلها علشان يبقى عندك عضلات وتبقي قوية؟ يا نهار ابيض يا توتة، يعني انا لو كنت شربت الكوبايه كلها كانت طلعلي عضلات في الايدتين. اكيد طبعا طلعلك عضلات في جهه واحده علشان شربتي نص الكوبايه. لو كنت كملتي الكوبايه كان طلعلك عضلات في الجهتين كده زيي، وبقيتي ماشيه كده بعضلاتك. انا زعلانه يا توتة، انا بعد كده هشرب اللبن خلاص، حبيت وحبيت العضلات. لازم نشرب كلنا اللبن يا اصحابي علشان نبقى اقوياء ونبقى عندنا عضلات كبيره ونقدر نشيل كل حاجه ونتحرك براحتنا وبحريتنا من غير ما حاجه تضايقنا. انت عارفه كمان ممكن نعمل ايه توتة؟ ممكن نعمل زي سوبرمان وباتمان وكل البنات اللي في الدنيا ونساعد البشريه. وايرون مان وسبايدر مان وعمو عثمان البواب برضو عنده عضلات كبيرة وبيقدر يشيل الحاجات الكبيرة وبيوصلنا. والله يا توتة انت فظيعة فظيعة يا توتة فظيعة. لا خلاص والله يا توتة، بعد كده لازم اشرب اللبن وابقى شطورة زيك عشان يطلع لي عضلات في ايدي الاتنين، واقول لكل اصحابي كل اصحابي اللي بيحبوني لازم يشربوا اللبن عشان يبقوا اقوياء ويعملوا كل الحاجات الجميلة الخارقة اللي الخارقين بيعملوها. طمطومة يا طماطم يا توتة بنات، يلا يا طماطم انتوا ايه اللي نايمكم هنا يا حبايبي؟ قوموا يلا من على الارض. ايه
ماما. ده حلم غريب قوي. انا حلمت حلم جميل قوي. حلم ايه بس يا بنات؟ قوموا يلا يا حبايبي. حاضر حاضر. ايمين اه برضو يا طماطم ما شربتيش اللبن؟ سايبه بقيه الكوبايه كلها. حالا يا مامتي، ده انا بصي فريرة هتلاقي الكوبايه دي فاضيه حالا دلوقتي. ام انت شاطره خالص يا توته، برافو عليكي. ايوه يا طنط منى، انا بحب اللبن وبشربه كل يوم الصبح. برافو يا حبيبتي. يا سلام، اللبن طلع لذيذ قوي. انا ما كانش ليا حق خالص ان انا ما احبوش، انا حبيته يا اصحابي، خلاص حبيته جدا. الله يا سلام، وريني كده يا طمطومه. برافو عليكي، فضيتي الكوبايه كلها، شاطره يا حبيبتي، شطوره. شكرا يا مان. حبايبي واصحابي وحشتوني قوي. طبعا خلاص اليوتيوب قفل التعليقات كلها وانا زعلانه قوي قوي. كل اللي حابب يقول لي حاجه يدخل طبعا على صفحه الفيسبوك ويعمل لها لايك، وكمان يعمل لي كومنت او يبعت لي رساله، وانا هشوف رسائلكم كلها وهرد عليكم واحد واحد. انا بحبكم قوي انا وتودا حبيبتي، وبحب كل اصحابي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وكمان تشيروه لكل اصحابكم. بشوفكم مع حلقه جديده، باي باي.